ينعقد المجلس الوطني لحزبنا كما أسلف الأخ الحبيب المالكي في سياق دولي يتميز باستمرار هيمنة القوى الاقتصادية الكبرى المستحوذة على أكبر المنافع من نظام العولمة المتزايدة وانتشار مختلف أشكال التعبير الماضوي في المجتمعات الوطنية، وبذلك أدت هذه السمات العامة إلى تنامي ظاهرة الانغلاق على الذات وتحميل مسؤولية الأوضاع للآخر بكل ما ترتب عن ذلك من بروز للحركات الشعبوية والعنصرية والشوفينية والحركات المتطرفة من جهة أخرى، وترسيخ لقيم الانتفاعية والاستغلالية من جهة أخرى. وإذا كانت هذه القوى لا تزال تتوسع وتكتسح الحياة السياسية بفرض توجهاتها التي لا تخدم مصالح الشعوب والفئات الاجتماعية الضعيفة، فإن القوى التقدمية تعمل جاهدة على ترسيخ مكانتها واحتلال مواقع جديدة تؤهلها لاسترجاع القدرة على المبادرة لفرض المبادئ الكونية ذات الصلة بالعدالة والمساواة والتضامن. وبهذا الخصوص فإننا نعتبر أن كل القوى التقدمية والحداثية مدعوة لتوحيد صفوفها وبلورة برامج واقعية تمكنها من استعادة المبادرة والعودة بقوة للتعبير والدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها. إن هذا السياق الدولي أثر بأشكال متعددة على واقع القضايا التي تهم المنطقة العربية، بحيث أصبحت محط رهانات دولية ينبغي معها أن نكون حذرين، وأن نستمر في دعم قضايانا العادلة، وأن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي احتمالات قد لا تسير في الاتجاهات التي ندافع عنها، وعلى رأس ذلك القضية الفلسطينية التي كان للمغرب بخصوصها دائما موقف موحد وواضح، وكان لحزبنا الموقف الثابت الذي عبرنا عنه في كل المحطات السياسية، كان آخرها عند استقبالنا بتاريخ 21 مارس 2019 القيادي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والوفد المرافق له. كما أن تأثير هذا السياق يبدو بشكل جلي على صعيد منطقتنا المغاربية التي تعيش مراحل انتقالية كبرى لا يمكن معها إلا أن نكون بجانب نضالات شعوبها التواقة للديمقراطية والتسامح والسلم والتنمية، والتي لم يعد مقبولاً ممارسة أي وصاية عليها. وفي هذا الصدد نجدد الدعوة للإخوة الأشقاء في الجزائر قصد تجاوز الخلافات العرضية والتوجه سوياً لبناء اتحاد مغاربي قوي، وفق ما عبرنا عن ذلك في اللقاء الجماهيري الذي عقدناه بوجدة تحت شعار المغرب والجزائر قاطرة لمستقبل البناء المغاربي، رفقة أخينا المجاهد الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي وأخينا عبد الواحد الرادي. وهو ما أعدنا التأكيد عليه بالجزائر العاصمة خلال اللقاء الذي نظمته جبهة القوى الاشتراكية بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة زعيمها المرحوم أيت حمد، ونغتنم هذه الفرصة لنعلن تضامننا مع الجزائر الشقيقة ومع الشعب الجزائري في نضاله من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة. وعلى صعيد قضيتنا الأولى فإننا أخواتي إخواني
نسجل بفخر واعتزاز كل المكتسبات التي راكمتها بلادنا بخصوصها. لقد أصبح المقترح المغربي حول الحكم الذاتي يحتل مساحات متزايدة باعتباره حلا سياسيا يتماشى مع موقف مجلس الأمن الدولي من جهة، ويلقى المزيد من التأييد والدعم سواء أمام المنتظم الدولي أو من قبل الدول من جهة أخرى، بالموازاة مع تواصل سحب الاعترافات بالكيان الوهمي المزعوم من قبل دول عديدة، وهي كلها مؤشرات تدل على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لتسوية قضيته العادلة. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه مباشرة بعد المائدة المستديرة بجنيف ساهم حزبنا في تحقيق انتصار آخر لقضيتنا الوطنية داخل مجلس الأممية الاشتراكية المنعقد يومي 28 و29 يناير 2019 بعاصمة جمهورية الدومينيكا، بالتأكيد على تشبث بلادنا بمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية تحت السيادة الوطنية وعدم قبولها لإجراء أي استفتاء يمكن أن يؤدي إلى فصل المغرب عن صحرائه.